نصايح أمينة. نصايح أمينة النهاردة إيه بقى؟ قال لك إيه؟ قال لك لما تاخد دش لازم نستخدم صابون عشان لازم ننضف ونمسك الصابونة كده وندعك جسمنا كويس قوي بيها. طبعا إحنا كمان لسه في فصل الصيف، فممكن ناخد دش مرة اتنين أو تلاتة في اليوم. اللي قال لك كده غلطان. طيب معنى كده ان الصابون مش بينظف؟ لا، الصابون بينظف وبينظف جامد قوي كمان. مشكلة الصابون ايه يا جماعة؟ مشكلة الصابون فيه كيميكلز، بيرفيومز، الوان صناعية. مشكلة الصابون انه بينظف زيادة عن اللزوم، يعني بياخد كل المواد المرطبة اللي في جسمنا وبيعوضناش بأي حاجة. طب يحصل ايه لجلدنا؟ الجلد بيشد، الجلد بيحصل له قشور، الجلد بينشف. لما بيحصل كده بيحصل حساسية والتهابات ومشاكل جلدية اللي كلكم أو كتير منكم بتعانوا منها وما بتبقوش عارفين السبب إيه. مش بس كده، الصابون كمان بيعمل إيه؟ صابون قلوي، أوكي؟ فالتوازن البي اتش بالانس اللي هو توازن، يعني البي اتش بالانس التوازن بتاعه، الجلد بيفقده. لما بيحصل الموضوع ده الطبقة السطحية بتاعت الجلد بتضعف. الطبقة السطحية دي اللي بتحمينا من حاجات كتيرة جدا، لما بتضعف بنبقى معرضين أكتر لسموم، بكتيريا، العوامل الخارجية. فعشان كده يا جماعة كتير منكم مثلا لما بتبعتولي أو بتكلموني بتقولي أنا حصل لي إنزيم، أنا حصل لي حساسية، أنا حصل لي مش عارفة إيه، أنا مرة واحدة حصل لي حبوب في إيديا، مرة واحدة تحت الجلد مش عارفة حصل له إيه. ده بيكون مش أكيد أكيد، بس نسبة كبيرة من الحاجات دي بتكون بسبب الصبر. طيب معقوله ناخد دش وما نستخدمش صابون؟ معقوله بس ناخد دش بميه وفي الحر وفي العرق؟ اكيد لا. بس الفكره يا جماعه ان لو عايزين صابون يبقى صابون طبيعي. ليه؟ الصابون الطبيعي لا فيه بيرفيومز ولا فيه كيميكلز ولا فيه الوان صناعيه، وفي نفس الوقت هيديك المرطبات اللي بيفقدها الجسم، لان المرطبات دي مهمه جدا جدا عشان جلدنا ما ينشفش ويبدا يحصل المشاكل الكتيره اللي قلت لكم عليها. يا اما صابون يا اما شاور جل. شاور جل بس مش اي شاور جل، لان شاور جلز موجوده طبعا كتيره جدا في الاسواق. يكون لا فيه بيرفيوم ولا في كيميكلز ولا في الوان صناعيه. يعني الناس بتحب قوي تمسك الشاور جل وتشم ويبقى ريحته حلوه. احنا مش عايزين ريحه، احنا مش عايزين ريحه من الشاور جل، احنا بننظف بيه. فارجوكوا يا جماعه الموضوع ده مهم قوي وركزوا فيه. حاجه تانية برضو عايزه اقولها، دايما في الدش بنبقى عندنا يا السبونج دي يا بيبقى عندنا الليفه، وكلنا طبعا بنحب الليفه، بنحس ان هي ايه طبعا بتنظف، وهي فعلا بتنظف طبعا اكتر بكتير قوي من السبونج. بس بلاش كل يوم ليفه، بلاش كل يوم. يعني انا مثلا ممكن يوم ده يومين ده، يومين ده يوم ده، وهكذا. لان الليفه بتبقى جامده جدا برضو على الطبقه السطحيه بتاعت الجلد. فاحنا مش عايزين نطلع من بعد الدش محمرين، لان اي حمار هيقلب صدقوني بالتهاب، هيقلب بغمقان. فطبعا بالعرق. واخر حاجه عايزه اقولها، سواء سبونج سواء ليفه، اغسلوها كويس قوي يا جماعه وعلقوها كويس قوي في الدش. اهو الحمد لله ليها علقات. يعني ليه؟ لان لما بنرميها كده مثلا في الدش او في ستاند عندك بتفضل رطبه. الحاجات الرطبه بيكون فيها بكتيريا وفطريات، فبالتالي مش عايزه انا داخله استحمى طبعا الحاجات دي مش هشوفها، والاقي سبونج او ليفه كلها الحاجات دي، وما بتبقاش كويسه للجلد. فننشفها يعني نغسلها كويس قوي وننشفها. وحاجه تانية برضو مهمه قوي، الحاجات دي عمرها قليل، يعني ما ينفعش افضل بالثلاث اربع اشهر بستخدم نفس الحاجه. من وقت لاخر حتى لو ما باظتش ارموها، لان زي ما بقول لكم اماكن رطبه ودي بتبقى على طول رطبه بيكون فيها فطريات وبكتيريا. يا ريت تكون عجبكم النصايح النهارده. فاصل ونرجع لكم تاني على طول.